ننتقل إلى الأملاح قليلة الذوبان. أملاح قليلة الذوبان في عندك أملاح الكربونات اللي بتحوي اللي هي CO3 أيون سالب 2، 2 هو تكافؤ الكربونات. طبعا هذا اللي هو أملاح، كل الأملاح اللي بتكون حاوية على الكربونات هي بتكون قليلة الذوبان. قليلة الذوبان، مثال على ذلك في عندي أنا CO3 هاي بتكون الصيغة اللي هي قليلة الذوبان، اللي هي مسميها يا رنا شو مسمي هاي الصيغة؟ نعم سي كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم، نعم. إذا هاي كربونات الكالسيوم هي بتكون قليلة الذوبان، هون بدنا نركز شوي. وأيضا في عندي كمان ZnCO3، يا جمال شو مسمي هاي الصيغة؟ نعم أنسي، شو مسمي ZnCO3؟ جمال، مين فينا ونبي؟ نعم نعم أنسي، نعم جمال، نعم أنسي، الوهوب، أي أنسي. كربونات الزنك، إذا كربونات الزنك هدول أي أيون موجب بشكل، أنا عندي مع الكربونات بشكل عندي ملح بيحوي على الكربونات، فهذا بده يكون قليل الذوبان. قال ما عدا عندي ثلاث أيونات موجبة اللي هي بتتكون ثلاث أملاح من الكربونات، هي بتكون ذوابة. عدا هي بتكون ذوابة، مثل Na أيون موجب اللي هو، أو طبعا كاتبيننا في الكتاب عدا الحاوية، عدا الأملاح الحاوية على Na موجب وK موجب والNH4 موجب. بس أنا هون كتبت لكم إياها على صيغة مشان نعرف إنه كيف تجي. مثلا Na2 هي الكربونات حاوية على الصوديوم، تمام؟ في عنا الصيغة اسمها كربونات الصوديوم، هذا ملح ذواب، تمام؟ إيه أنسي، تمام تمام. وأيضا في أنا عندي الصيغة الثانية اللي هي K2CO3. صرنا في الدور عند نورة فرهودة، شو مسمي هي الصيغة يا صديقتي؟ نعم أنسي، الصورة ما يظهر عندي، سوري، بس عندك ولا عند الجميع؟ أيوة. طيب إذا ذكرت لك إياها بتقدري تقولي لنا إياها يعني شفهويا، فينا نقول هيك؟ أي أنسي، K2CO3 شو مسمي هذا الصيغة، شو مسمي هذا المركب؟ نعم نعم أنسي، طيب نعم أنسي، كربونات البوتاسيوم، كربونات البوتاسيوم، نعم. إذا وأيضا هذا كربونات البوتاسيوم هو ملح ذواب حاوي على الكربونات، تمام. وأيضا عندي NH42 على القوس 2 CO3، يا حلا العبدو شو مسمي هاي حلا؟ طيب ريهام، نعم أنسي، ريهام مرعي، زينة، نعم أنسي، ايه نعم أنسي، يلا زينة شو مسمي هاي؟ كربونات الألمنيوم، أمينيوم، أمونيوم، أمونيوم، تمام. إذا كربونات الأمونيوم، أحسنتي، شكرا لك يا زينة ولجميع أصدقائنا. إذا أصدقائي إنه كل الأملاح بتكون اللي بتحوي على الكربونات هي بتكون غير ذوابي، ما عدا هدول الأملاح الثلاثة حاوية على الكربونات، هدول الأملاح الثلاثة اللي بيحوي على الكربونات هدول بتكونوا ذوابين، تمام؟ هدول بيكونوا ذوابي، تمام؟ إيه أنسي، تمام. وأيضا في من الأملاح قليلة الذوبان اللي هي بتكون حاوية على على الفوسفات، أعتذر. وأيضا عندي من الأملاح اللي هي بتكون قليلة الذوبان الأملاح الفوسفات الحاوي اللي هي صيغة الفوسفات BO4 سالب أيون تكافؤ 3، تمام. تكافؤ الفوسفات 3، هذا جذر فوسفات مو حمض، جذر، تمام. بدنا نميز بين حمض والجذر، بس أنا ما عندي حمض الفوسفات، عندي حمض الفوسفور اللي هو بيشترك مع ثلاث أيونات من الهيدروجين بيشكل عندي حمض الفوسفور. ميز بين الجذر والحمض. طبعا هاي الأملاح اللي بتحوي على الفوسفات هي بتكون قليلة الذوبان، مثل على ذلك اللي هي الـ AL PO4،
هاي قليلة الذوبان، وأيضا في عند صيغة ثانية زد إن ثلاثة على القوس بي أو أربعة القوس اثنين، تمام؟ إذا هدول مو بس هدول الاثنين، أي الأملاح اللي بتحوي على الفوسفات بتكون قليلة الذوبان، رح نسمي صرنا في الدور عند يلا خلص الدور صرنا عندي ريم العمورة، شو نسمي؟ ال بي أو أربعة يا ريم؟ فوسفات الألمنيوم. فوسفات الألمنيوم، نعم أحسنتي شكرا لك. طيب زد إن ثلاثة بي أو أربعة القوس اثنين يا كامل، شو مسمي هاي الملح؟ فوسفات الزنك. نعم فوسفات الزنك. فوسفات الزنك، نعم تمام. إذا هدول الأملاح مو بس هدول الاثنين، في عندي كمان أنا ذكرت لكم كمثالين، في عندي أمثلة كثيرة اللي هي بتحوي على الفوسفات بتكون قليلة الذوبان، أيضا عدا ثلاث أملاح اللي بتحوي على الفوسفات تكون ذوابة، تمام؟ مثل إن آ 3 بي أو 4، وأيضا في عندي كا 3 بي أو 4، وأيضا في عندي إن اتش 4 على القوس 3 بي أو 4، هدول الأملاح الثلاثة اللي هي بتحوي على الفوسفات تكون هي ذوابة، وما تبقى من الأملاح اللي حاوي على الفوسفات تكون غير ذوابة، تمام؟ تمام أنسي. طيب رح نسمي يعني بالأخضر غير ذوابي؟ لا بالأخضر هذول بيكونوا ذوابين، هاي بقول لك عدا، يعني ما عدا هذول الأملاح اللي بالأخضر هذول بتكونوا ذوابين. أنسي بس شوي. نعم عزيزتي الله يعافيك. نعم كبرينا الشاشة مشان ناخذ له صورة. طيب الشاشة هيك مي كبيرة عندكم؟ لا أنسي في صورة بس مرقمتيها أنسي يعني إنه عم تعدليها أو هيك. ما في تعديل بس قولوا إنه ما كان فيها حركة. يلا ما طيب. طب ليه ما حكيتهم البداية؟ أنسي هلأ صارت هلأ صارت يعني إنه رجعت أرقام وهيك صارت فيها أرقام. طيب راح ارجعها هيك تمام هيك. لا انسي لسه ما ظهرت. ظهرت هيك عندكم؟ ايه انسي ظهرت. تمام هي املاح هيك بالاخضر، هي الاملاح اللي بتحكي هي بالأخضر هي بتكون أملاح ذوابي، أما في الأزرق هي بتكون أملاح غير ذوابي. طبعاً أنا ذكرت لكم الأملاح غير ذوابي مثالين، طبعاً في عنا أمثلة كثيرة بس بدنا ننتبه عليها. خلص إحنا بنحفظ الأملاح الذوابي اللي بتحوي على الكربونات، وما تبقى من الأملاح اللي بتحوي على الكربونات هي بتكون غير ذوابي. وأيضاً كمان في عندي الأملاح اللي هي بالأخضر بتحوي على سهلين الحفظ، شوفوا الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم، هذول الثلاث عناصر اللي بيحوي على الكربونات والفوسفات هذول بيكونوا ذوابين، تمام؟ تمام أنسي تمام. بس حفظنا هذول إنه هذول ذوابين، إنه إذا جمع الفوسفات، أما ما تبقى كله إنه قليل الذوبان. تمام بالضبط، إنه هذول الثلاثة في معناته إنه ذواب معناته انحلال، إذا ورد معنا إنه ينحل أو انحل أو ذواب إلى آخره، هذول المعنيين إنه ذواب في الماء أو انحلال في الماء نفس الشيء نفس المعنى، تمام؟ تمام إذا فال إيه في عندي هوني يعني وقفة صغيرة مثل اللي كيف بديش السؤال. الصيغة الكيميائية للملح الذي ينحل في الماء هي اللي هي رح يكون السؤال، نشوف مين بدنا نختار. بدنا نختار ابتسام، تمام؟ صيغة كيميائية للملح الذي ينحل في الماء. لاحظي أنا رح جبت، أنا رح أجيب لك إنه عدة صيغ CaCO3 وبدك تختارين لأن هي صيغة اللي هي تنحل في الماء. عند الصيغة الثانية BaSO4 AgNO3 BbCl2، أي صيغة اللي هي تنحل في الماء؟ أنسي هي CaCO3. CaCO3 لأنها صيغ، شو رأيك الحاجة اللي في الصيغة؟ أنسي ما بعرف أنسي ما أنا مرق. نعم أنسي. نعم غزالي. نعم أنسي. أنسي هي آجي إن أو ثلاثة. لماذا اخترتي يعني؟
طيب أنسي لأني تفضل كل من قالت سالي ولا قالت ابتسام؟ إن هو صح. إيمان عبد الله. أنسي أنا لقيت اللي قالته غزالي هو الأصح لأنه في نترات للصبح. أي أنسي الأرض غزال أني آر جي إن أو ثلاثة بنحل في الماء. أنسي نترات في الذوابي. طيب نشوف الإجابة. إذا هي آر جي إن أو ثلاثة هي اللي بتنحل في الماء. أما مثل ما قلنا يكون الكربونات والكالسيوم، كبريتات الباريوم، كبريتات الكلوريد الرصاص، هدول العناصر غير منحلة في الماء، يعني قليلة الذوبان، تمام؟ لازم لا ينحل في الماء. ممكن إنه يجينا سؤال آخر، الصيغة الكيميائية للملح الذي لا ينحل في الماء، اخترنا صيغة واحدة ما بتنحل في الماء وباقي الصيغ تكون منحلة في الماء. لهيك هذا هو صعوبة درس الأملاح، هي هي صعوبتها، إنه بدنا نركز على الصيغ اللي هي إن هي بتنحل في الأملاح وإن هي ما بتنحل في الأملاح. هاي كل درسنا، يعني فينا نقول إنه اكتفينا بدرس الأملاح، يعني ما خلص، بس هاي صعوبة إنه صعوبة الطلاب عم بيلاقوا في صعوبة إنهي الصيغ اللي بينحلوا، عفوا إنهي الأملاح تنحل في الماء، إنهي الأملاح ما بتنحل في الماء. بس ركزت أنا عند الأملاح قليلة الذوبان، في عندي ثلاث عناصر اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم اللي بيريحوا على الفوسفات والكربونات، هدولي بيكونوا منحلين في الماء، وما تبقى من الأملاح اللي بتحوي على كربونات وفوسفات هدول بيكونوا غير منحلين في الماء. نرجع لعند الخاصيات اللي بيكونوا ذوابي في الماء، في عندي سبع رواسب، هدول السبع رواسب اللي هنو بيكونوا غير منحلين في الماء، فمعناته انه وما تبقى من العناصر اللي بتحوي على النترات والعناصر اللي بتحوي الاملاح اللي بتحوي على النترات والاملاح اللي بتحوي على الخلات والاملاح اللي بتحوي على الكلوريد والكبريتات تكون منحلي او ذوابي في الماء. اما اللي بتكون عند الاملاح حددنا لكم اياه ان هن الرواسب، هدول بيكونوا غير منحلي او غير ذوابي في الماء. تمام 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 تمام. سهل عليكم الحفظ، انه لما بدي احفظهم بحفظ الرواسب بالاملاح الذوابي، وما تبقى اللي هي عند النترات والكلوريد والكبريتات والخلات، وما تبقى من هدول اللي بيكون املاح حاوين عليهم، هدول ذوابي. والاملاح قليلة الذوبان سهل عليكم كمان نحفظ، نحفظ الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. مين ان الاملاح غير ذوابي؟ عند النترات والفوسفات، عفوا الكربونات والفوسفات، هدول بيكونون غير ذوابين الاملاح. تمام في سؤال آخر عندنا؟ في عندنا سؤال عندي سؤال. تفضلي. أنسي طيب معلق أخت اللي عرضتنا على الشاشة، أنت حطيت الكربونات الكالسيوم بنحلني في الماء، حطيتيهن بالقسم الأخضر عدا مكتوب حدين. أي لا يعني. عدا وين بعد عزيزتي؟ عدا بعد، مو قبله، قبل عدا بعده لعدا. يعني أنسي ما بنحلني في الماء؟ لا ما بنحلني في الماء. هلا الكربونات الكالسيوم هي ما غير منحلي، بس لما قلت لك كربونات الصوديوم، كربونات البوتاسيوم، كربونات الأمونيوم هي منحلي في الماء. ايه تمام تمام تمام. كمان ايضا في سؤال اخر؟ لا هرجع لك. شوفي لنا هون الشاشه، انا ذكرت لك اول شيء الاملاح اللي هي بتكون قليله الذوبان عند الاملاح الكربونات اللي بتحوي على الكربونات، ذكرت لك انا اول شيء مثالين في الازرق، هذول الاملاح غير ذوابي، مثالين غير منحلي غير ذوابي قليلة الذوبان، هيك فيك تاخذ المصطلح غير ذوابي، قليلة الذوبان، غير منحلي، لا منحلي، قليلة الانحلال، هذول كلياتهم انه ما بينحلوا في الماء، ما عدا انه بتاخذ قبل الكلمة ولا بعد؟ بعد انس بعد، فمعناته هذا باللون بعد انس. هذول املاح ذوابي اللي بيحوي على الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، مين انه كربونات بيحوي على الصوديوم، كربونات البوتاسيوم، كربونات الامونيوم، هذول ذوابين. تمام. طبعا هنا انا عملت لكم اياهم على شكل خريطه، هي اسمها خريطه ذهنيه كتلخيص تلخيص. تمام.